السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة عبير، معنا اليوم واحد الضحية اللي كيقول أن شدوا واحد المحامي وتعدى عليه وتعدى على الزوجة ديالو. إلا كان ممكن تحكي لنا بالضبط كيفاش وقعات هاد الواقعة. السلام عليكم، أنا متزوج، عندي جوليدات، عندي المرأة محولة، هذا هو الشهر الدخل ديالها. هاد السيد هذا جارنا، هذا هو الجار، أنت ضربني بزروطة راسي ملي درت معاه المشكل على الدار، ضربني على حتى شي حاجة بزروطة، زروطه فيها حديده، ضربني راسي وضرب لي مراتي، حشا فيها رجليه. نعم. المره الاولى والمره الثانيه. نعم. والله من هذا منكر، شوفوا لنا شي حل في هذا الشيء. الله يرحم الوالدين. ضرب لك الزوجه ديالك؟ الزوجه ديالك حامل؟ حامل، هذا هو الشهر داخل هذا الشهر هذا. شنو وقع لها؟ نزيف. نزيف اتصل منها الدم، نعم سجلت لومبيلونس، راه السيل كوميسير ولا اللي ضربها؟ ضربتها مرات المحامي ولاده، مرات المحامي ولاده. هما شدوها وتكرفصوا عليها، شدوها بغاو يدخلوها للدار. صح. عندك الشهود بهذا؟ الجيران كلهم شاهدين. نعم اسيدي، ديروا البحث ديالكم. ولقيتو كنكذب ولا شي حاجه، ديك الساعه السلطه دير اللي بغات. درتي الشكايه ديالك؟ درت جميع الشكايات، دفعت دفعت لسعاده القايد. نعم. دفعت للكوميسير، دفعت للوكيل الملك، دفعت للنقيب المحامين. شنو كيقولوا لك؟ واش كيتسال الله؟ استغفر الله العظيم، ما بغاش هاد الناس، هاد السيد هذا حقرنا حقره. والله من هذا مكان. علاش هاد الواقعه كلها وقعت؟ هادشي كلشي ناض كيبني هو. هاد الدار ديالو. من ضرر عندك؟ هاد الدار ديالو، هاد الدار ديالو كيف يقني مع الصباح والدار تشقت لنا. راه بنا ثلاثة طبقات، واش هو الدار مسوسة وكيبني عليها القاصح من الفوق. نعم. وخرج لنا لانكار ديال عطارة، ومني هضرنا معاه. يعني أنت كجار متضرر من هاد البني؟ متضرر بزاف. مني هضرتي معاه تعدى عليك؟ ضربني بزروطة وضرب لي مراتي وضرب لي خاي، ومراتي حاملة. هذا سيرو فين بغيتو تيقول لك أنا. سيرو فين بغيتو؟ ديتكم فلوس، تيقول لنا ديتكم فلوس. اللهم من هذا منكار، انا مزاوق فيكم، شوفوا لي شي حل مع هذا السيد وولادو. الزوجه ديالك بحال خطيره. الزوجه ديالي راه كتموت، راه لومبيلونس طلعتها. الجار ديالي ساكن من فوق مني، حتى هو مضرر، مشى شكا بهذا المحامي، ضربت يومين، شد بنته طلع على لابيجي، قال لهم راه شدها لي، دارها لي اختطاف والاغتصاب، وبغى يدير لي ودير. هذا المحامي دارها للجار ديالكم؟ المحامي وراه عنده الجلسه في الشارع. الجار يعرضو. وسكين عمات لي طيح عليه. شوف هاد الصور، الحومه كامله كتعرفو عليها. شوف الصور اللي بنردنا بحال شي زلافه. الحومه كامله كتعرفو عليها هادشي هذا. وراه عنده صوابق مع الجيران، كلهم عنده صوابق مع الجيران. ديروا البحث ديالكم. السلطه ديالي تيقولوا فلان تصرفت من الحبس، نديرو لكم حاجه، ما كنديرو حتى حاجه. غندير لك انا، دير غير طبيله ديالك. تقول لك عليك بنادم نصيفطك للحبس، وانا نعم اسيدي معروف. العالم تعرف بلي ما تعرف، وعندي جوليدات، المرا ديالي دابا كتموت. شنو المطالب ديالك؟ المطالب ديالي، المرا ديالي كتموت. شنو هي المطالب؟ المرا كتموت. ها الحل، الحل هو هذا. هو الخير، انا كنطالب من الشي الحموشي يتدخل في هادشي هذا. بس الحموشي راه يسال عليك ولا شي حاجه. هالشهود الحومه كامله، ديروا البحث ديالكم، ها المقدم ديال اي حاجه. والله السيد هذا راه والله عشان مالي، راه كيحقرنا بزاف وحقرنا اكثر من القياس. هاد السيد دابا الزوجه ديالك في المستشفى، هي ما بين الحياه والموت، هي كتموت. رجعت لومبيونس هزتها وفيها الكلاس. الله ياخذ الحق. وهذا هو الشهر ديالها. اللهم من هذا منكار، انا مزاوج فيك، شوفوا لي شي حل مع هذا المحامي. الله يرحم الوالدين. الله والمالك، ما خديت الحق، اعترفوا غير بالله والمالك. هاد السيد طغى علينا، الله ياخذ الحق. تيقول لك انا محامي، انا محامي، ندير لكم نصنع لكم. نعم. انا غير بوفري، اذا صورت صور غير السميه. انت شنو كتجي للضحيه؟ انا خذ الضحيه، انا راني مضروب، داري انا ضربني. انت تضربتي؟ انا ضربني. انا مضروب. ما دينا ما انا نصرت لك، تمشوا للكوميساريه، ما كيديها فينا حتى واحد. سيروا سيروش عليه، ما تعدينا عليه، ما ولسوا الحومه كامله. الا قالوا شي واحد فينا وديروا البحث ديالكم، تديروا له شي حاجه كامله. شي عندنا الشهود، عندنا كلش. البحث ديالكم عايش المالك المقدم الحومه يقول لكم شنو كاين. الفايده ديالها مسكينه، حتى هي ربي اللي عالم بها. نعم. الله ياخذ فيها اللي عندها. السلطه ديال الوراق، شحال ديال الوراق، شحال الشوارع مازال ما شافونا لا حل لا والو. والله من هذا ملك، شحال الوراق. دابا انا مراتي كتموت، انا مراتي هي كتموت، شكون يديها فيا دابا؟ شكون يلاه مراتي كتموت.